السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله موضوعنا المرة دي عن الـ Hypersensitivity Reactions. إيه هي الـ Hypersensitivity Reactions؟ الـ Hypersensitivity Reactions دي عبارة عن Inappropriate or Exaggerated Immune Response that may lead to different forms of tissue damage. تمام؟ يعني هو في الاخر تشو دامج بيحصل نتيجة ان immune response بيبقى exaggerated او inappropriate. انا متوقع immune response يبقى معقول، هنا بيحصل exaggeration لل immune response. تمام، احنا عندنا في المناعة بنقسم ال immune response ال abnormal immune response لثلاث اتجاهات. اول حاجة اللي هو ال exaggerated form اللي هو بيديني hypersensitivity، وفي ال deficient form اللي بيديني immune deficiency، وفي الميس دايركتد فورم اللي هو بيديني الاوتو اميون ديزيز. تمام، فدول التلاتة ابنورمال اميون ريسبونسز اللي بنشوفهم، ودول بيعملوا كل الايه الايمونولوجيكال ديس اوردرز اللي هم الهايبر سنسيتيفيتي والاميون ديفيشنسي والاوتو اميون ديزيز. في عندنا اربع انواع من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. تمام، كل نوع منهم ليه سيناريو مختلف، كل واحد منهم ليه الديزيز الاسوشيتد معاه او بسببه بتختلف من نوع للتاني. تمام، مهم ان احنا نعرف سيناريو كل واحد ايه والامراض اللي بتبقى اسوشيتد مع كل واحد ايه. تمام، اول نوع عندنا اللي هو التايب 1. تايب 1 ده اللي هو اسمه immediate او anaphylactic hypersensitivity reactions. كلمة anaphylactic من كلمة anaphylaxis، والكلمة دي مش حلوة قوي. ليه؟ لأن هو ممكن يحصل الإيميديت في حالات مش anaphylaxis. anaphylaxis ده اللي هو السيستميك فورم اللي هو السيفير فورم، بس ممكن تحصل في صورة local form أو إيه أو mild form. تمام، فنبقى متفقين الاسم الأفضل هنا immediate hypersensitivity reaction. تمام، النوع التاني اللي هو cytotoxic أو cytolytic hypersensitivity reactions، ومن اسمه كده في بيحصل lysis لسيلز معينة بتدينا نتيجة الرياكشن ده. تمام، النوع التالت اسمه immune complex mediated hypersensitivity reactions، هو عبارة عن reaction mediated by formation of immune complex. الاميونو كومبلكس دي بتبقى هي داخلة في الباثوجينيسيس بتاع الايه الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز دي. اخر نوع اللي هو تايب 4 اللي هو ديليت او سيل ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. النوع ده عن طريق التي سيلز، عشان كده سموه سيل ميدييتد، وديلي ديلي عشان هو بيبقى الريسبونس بتاعه متاخر شويه. تمام، فافتكروا دايما ان النوع الاولاني بيبقى ايميديت، النوع الاخراني بيبقى ديليت. تمام، اول نوع عندنا هو تايب 1 immediate او anaphylactic hypersensitivity reactions، وده الفورمولا اللي هي الحساسيه اللي احنا بنتكلم عليها دايما باللغه العاميه، اللي هو كل حاجه وجات له حساسيه وقعد يهرش. تمام، هي دي الكلاسيكال اللي هي ان احنا ايه متعودين عليها بالعاميه. تمام، الحاله دي بيسموها اتوبي. اتوبي دي يعني ايه؟ يعني tendency to produce IgE antibodies اللي هي المتسببه قصة الـ immediate hypersensitivity reactions. تمام، هي a tendency to produce IgE antibodies in response to exposure to allergens. تمام، الحالة دي الـ tendency ده بيسموه atopy. تمام، كل الأمراض اللوكال المتعلقة بتكوين الـ IgE antibodies دي تعتبر atopy، ودي مشتقة من كلمة يونانية معناها strangeness. بيعتبر الالرجين ده عباره عن سترينج بودي. تمام، هو المتسبب في الحاجات دي كلها. الانتيجين هنا بالمناسبه هنتفق ان احنا هنسميه الالرجين. الالرجين عشان بيعمل الرجي، والاميديت او الانافلاكتيك هي برضو الالرجيك هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. تمام، ايه سبب التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز؟ هو الاكسبوجر تو الرجينز. تمام،
الالرجنز هي عبارة عن انتيجين بتعمل لي الرجي خلاص، وبيبقى قبلها قبل الاكسبوجر ده بيبقى دايما في سترونج فاميليال بريديسبوزيشن، وتلاقي القصة دي موجودة في العيلة يعني، بس العيلة عندها حساسية من أكلة معينة أو من حاجة معينة، تلاقي العيلة كلها إيه، ممكن تلاقي الأب والابن والجد عندهم نفس القصة دي. تمام، الألرجنز دي بيقسموها أنواع، في انهيلانس حاجات بتتشم، وانجستانس حاجات بتتاكل، وكونتاكتانس حاجات بيتم اللي هي بيبقى كونتاكت مع السكن، وانجكتانس الحاجات اللي بتتحقن. الانهيلانس زي الهاوس داست، زي البولينز، زي المولد سبورز. الانجستانس زي الميلك والايج والفيش والويت والبينتس والستروبيريز، وفي طبعا اي حاجه تاني ممكن تحصل منها الرجي في كميه مأكولات بالهبل يعني. تمام، بس احنا بنقول الحاجات الكومون. بعد كده عندنا الكونتاكس زي الول والنايلون والانيمال فير، والانجكتانس زي البنسلينز والانتي ديفتريك سيروم والانتي تيتانيك سيروم، هو السيروم اللي بديه في حالات الدفتريا والسيروم اللي بديه في حالات التيتانوس. تمام، كل دول اكزامبلز للالرجنز. ايه الميكانيزم بتاع التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي؟ عندنا تو فيزز. تمام، بتحصل على تو فيزز، اول حاجه اسمها سنسيتايزيشن فيز، وتاني فيز اسمه افكتور فيز. تمام، السنسيتايزيشن فيز ده اللي هو المره الاولانيه اللي بيتعرض فيها الجسم للالرجين، فيرست اكسبوجر تو ذا الرجين. ايه اللي بيحصل بقى؟ الجسم بيكون ضده انتي بودي، انهي نوع؟ اللي هو الاي جي اي. خلاص، والاي جي ده بيبقى سبيسيفيك للالرجين ده بس. تمام، لو عنده الجسم عنده مثلا هايبر سنسيتيفيتي لاكتر من الرجين، متوقع ان هو يعمل اي جي اي انتي بودي سبيسيفيك لكل الرجين فيهم. تمام خلاص، طيب حصل فيرست اكسبوجر، حصل برودكشن اوف الرجين سبيسيفيك اي جي اي، بيروح فين الاي جي اي ده بعد كده؟ بيبقى بيكام فيكسد تو ماست سيلز اند بيزوفيلز. دول عبارة عن خلايا عليها حاجة اسمها اي جي اي ريسبتورز. خلاص، فالمفروض السبيسيفيك اي جي اي ده تمام عن طريق الجزء الكونستانت اللي من تحت الاف سي بورشن بيلزق او بيعمل بايندنج للريسبتور بتاعت الاي جي اي الموجودة على الماست سيلز والبيزوفيلز، فدي بيسموها ايه، ان السبيسيفيك اي جي بيكام فيكسد تو ماست سيل اند بيزوفيلز. خلاص، دي كده سنسيتايزيشن فيز. المرحله اللي وراها هي الافكتور فيز، بيحصل بقى ايه، بتبتدي ازاي؟ بالري اكسبوجر تو ذا سيم الرجين اللي هو ايه اللي احنا حصل فيه سنسيتايزيشن قبل كده. والالرجين ده بقى بايند لمين؟ بايند للاي جي اي الموجود، اللي هو الفيكسد اي جي اي الموجود على مين؟ الموجود على السيرفيس بتاع الماست سيلز والبيزوفيلز. خلاص، البايندنج ده تمام بيعمل حاجه اسمها كروس لينكينج للاي جي اي ريسبتورز الموجوده على السيرفيس بتاع الماست سيل او البيزوفيلز. الكروس لينكينج ده بيعمل حاجه اسمها ستيميليشن للسيلز دي ان يحصل لها دي جرانيوليشن. المفروض فيها جرانيولز، الجرانيولز دي فيها كيميكال ميديتورز، الكيميكال ميديتورز دي وانس ريليزد بره السيل بتديني بقى ايه الشكل بتاع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز كله. تمام، يبقى الافكتور فيز عباره عن ريك سبوجر تو ذا سيم الرجين، الارجين بيروح فين؟ بيبقى بايند للاي جي اي اللي هو فيكسد بالاف سي بورشن بتاعه على الاف سي ريسبتورز الموجوده على البيزوفيل والماست سيلز. بعد كده بيحصل استيميليشن للسيلز دي، تحصل لها دي جرانيوليشن وتنزل الجرانيولز بتاعتها واللي فيها بقى كيميكال ميديتورز اللي هي ايه بتعمل كل الايه الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز اللي احنا بنشوفها. خلاص، يبقى في سنسيتايزيشن فيز فيرست اكسبوجر تو الرجين، وفي افكتور فيز في الري اكسبوجر تو ذا سيم الرجين. ده رسم تفصيلي للميكانيزم بتاع تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. ادي عندنا هنا الالرجين تمام اللي باللون الاخضر ده، في هنا بيحصل الفيرست اكسبوجر تو الرجين هيدي برودكشن للارجين سبيسيفيك اي جي اي.
تمام. الالرجين سبيسيفيك اي جي اي ده هيحصل له بايندينج للاي جي اي ريسبتورز الموجوده على الماست سيلز او البيزوفيل، تمام. ادي الخلايا الكبيره دي اللي فيها جرانيولز، تمام. الجرانيولز دي كلها فيها كيميكال ميديتورز، خلاص. على السيرفيس بتاعها في الاي جي اي ريسبتورز اللي هي باللون الاورنج، خلاص. يجي بعد كده الالرجين سبيسيفيك اي جي اي يعمل بايندينج للاي جي اي ريسبتورز، بايندينج بايه؟ بالاف سي بورشن بتاعه، تمام. الانتيجين بايندينج بارت لسه اكسبوزد، خلاص. فعمل بايندينج على السيرفيس بتاع الايه، الماست سيل او البيزوفيل، خلاص. دي كده السطر الاولاني ده كله، ده اللي هو السنسيتايزيشن فيز. ندخل بقى على الافكتور فيز، بيحصل بقى سكند اكسبوجر تو الرجين، خلاص. ادي الالرجين، بيحصل حاجه اسمها كروس لينك، بيعمل بايندنج للاي جي اي الموجود على السيرفيس بتاع الماست سيل او البيزوفيل، بيعمل حاجه اسمها كروس لينكينج للايه، للاي جي اي ريسبتورز. ده هيدينا اكتيفيشن سيجنال للبيزوفيل او الماست سيلز، تبدا تعمل ريليز للكيميكال ميديتورز، تمام. اهو في سيل دي جرانيوليشن زائد ريليز اوف كيميكال ميديتورز. الكيميكال ميديتورز دي بقى بتعمل افكت بتاع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز في صوره بقى برونكو سبازم او فازو دايليتيشن وانكريزد كابيلاري بيرميابيليتي والاديما والسفولن سكين والحاجات دي كلها، المانيفستيشن كلها بتاعت ايه، بتاعت الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. ايه انواع المدياتورز اللي بتفرزها الماست سيل او البيزوفيلز؟ في عندنا في برايمري مدياتورز وفي سكندري مدياتورز. البرايمري مدياتورز مسؤول عن الاميديت ريسبونس، والسكندري مسؤول عن الليت فيز ريسبونس، خلاص. البرايمري مدياتورز دي موجوده اصلا جوه الجرانيولز، خلاص. وانس حصل دي جرانيوليشن بتبقى ريليز دي اميديتلي، تدينا الاميديت ريسبونس، تمام. بينما السكندري ميدياتورز دي موجوده في صوره بريكيرسورز بس، تمام. بتاخد الشكل النهائي بتاعها من 5 ل 30 مينت بعد الدي جرانيوليشنز، خلاص، وتبقى ريليزد وهي بتديني الليد فيز ريسبونس. طيب ايه اكزامبلز للبرايمري ميدياتورز؟ عندنا البرايمري ميدياتورز اكزامبل ليها مين؟ الهيستامين والسيروتونين والهيبرين. الهيبرين اللي عارفينه طبعا هو انتي كواجلانت. الثلاثه دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا انكريز للفاسكولار بيرميابيليتي، فبالتالي بيحصل ليكج من الفلويد من جوه الفيسلز للتيشوز سراوندنج تيشوز، وده اللي بيديني الاديمه، الاديمه اللي بتبقى مصاحبه للتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. وبيعملوا ايه تاني؟ بيعملوا سموث ماسل كونتراكشنز، اللي هو مثلا بيخلي فيه البرونكوسبازم موجود. في كمان مجموعة تانية اللي هي الكيموتاكتيك فاكتورز. كيموتاكسيس معناها بيعمل اتراكشنز لنوع معين من الخلايا بحيث تيجي في السايت بتاع الايه، الرياكشن، تمام. الكيموتاكتيك فاكتورز في عندنا الايزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور، وده اتراكت الايزينوفيلز، عشان كده بتبقى دايما الالرجيك رياكشنز مشهورة ان هي معاها ايزينوفيليا، تمام. وبنسبة أقل النيتروفيل كيموتاكتيك فاكتور، وده أتراكت النيتروفيلز، تمام. طيب إيه تاني؟ في عندنا البروتيوليتيك إنزيمز، زي مين؟ زي التريبتيز والكايميز. الاتنين دول بيعملوا إيه؟ بيعملوا ديجريتيشن للبيزمنت ميمبرين بتاع بلود فيسلز، وبيعملوا في نفس الوقت كومبلمنت أكتيفيشن، تمام. طيب بالنسبه للسكندري ميدياتورز، عندنا اللي احنا قلنا عليهم المسؤولين عن الليت فيز ريسبونس. سكندري ميدياتورز امثله ليهم حاجه اسمها بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، خلاص. وده اللي هو الباف بي اي اف، وده بيعمل ايه؟ بليتلت اجريجيشن وبليتلت دي جرانيوليشن، تمام. في كمان البروستاجلاندين دي 2، وده بيعمل بليتلت اجريجيشن، وبيعمل برضه انكريزد فاسكولار بيرميابيليتي وسموث ماسل كونتراكشن، تمام. increased vascular permeability بيعمل لنا الاديمه، والسموث ماسل كونتراكشن بيعمل لنا برونكوسبازم. البراديكاينين برضو بيعمل نفس الحاجات دي. وبعد كده الليكوتراينز عندنا في منها نوعين، في
ليكوترين سي 4 ودي 4 واي 4، المجموعة دي كلها بتشتغل زي البريديكاينين والبروستاجلاندين دي 2، تمام، انكريز فاسكولار بيرميابيليتي وسموث ماسل كونتراكشن. والليكوترين بي 4 ده بيعمل ده كيموتاكتيك فاكتور شبه الموجود في البرايمري ميدييتورز، اتراكت مور ايزينوفيلز ونيتروفيلز وبيزوفيلز. اخر مجموعه من الكيميكال ميدييتورز السكندري ميدييتورز هي سايتوكاينز. سايتوكاينز كتيره بتتفرز، تمام، الفانكشن بتاعتها كاتيجورايزد في 3 حاجات. اول حاجه تي هيلبر 2 اكتيفيشن، تمام، تي هيلبر 2 اكتيفيشن هي الهيلبر تي سيلز المسؤوله عن الالرجيك رياكشنز، تمام، الباثوجينيسيس اوف الالرجيك رياكشنز. وبعد كده تاني نقطه السيتوكاينز بتعملها دي اللي هي الايزينوفيل برودكشن اند اكتيفيشن، خلاص. فدايما لما بنشوف في بلاد فيلم نلاقي فيه ايزينوفيليا نشك ان هو يا اما بارازيتك انفستيشن يا اما مين، يا اما الالرجي، خلاص، تمام. بسبب ايه الايزينوفيلز دي؟ ان هي حصل لها اتراكشن وحصل لها اكتيفيشن، والسيتوكايز نفسها بتزود البرودكشن بتاعها وبتعمل اكتيفيشن. اخر حاجه في السيتوكاينز زي الانترلوكيمان مثلا بروموت وتي ان اف الفا بروموت الانفلاميشنز، تمام. يبقى عندنا السكندري ميديتورز، في حاجات بتعمل لنا بليتلت اجريجيشن ودي جرانيوليشن، في حاجات بتعمل لنا انكريزد فاسكولار بيرميابيلتي وسموث ماسل كونتراكشن، في حاجات كيموتاكتيك فاكتورز، وفي حاجات اللي هي السيتوكاينز بتعمل ايه بقى، بتخلي في اكتيفيشن التي هيلبر 2 باس واي اللي هو بيساعد على تكوين الاي جي اي انتي بودي والايزينوفيل برودكشن واكتيفيشن وبروموشن للانفلاميشن. ايه اكزامبلز للتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي؟ في سيستميك فورم ولوكال فورم. طبعا السيستميك فورم هي المور سيفير زي الانافلاكسس وممكن تؤدي الى الديث. اللوكال فورم بتبقى ليس سيفير زي مين؟ زي الرجيك راينايتس، برونكيال ازمه، ارتكاريا او الهايفز، الاكزيما اللي هي اسم تاني الاتوبيك اور الرجيك ديرماتايتس، الالرجيك كونجكتيفايتس، والفود الرجي والدراج الرجي. من اشهر الدراجز اللي بتعمل كده البنسلين والكيفالوسبورين. في فرق ما بين الارتكاريا والاكزيما. الارتكاريا دي بتبقى الاثنين طبعا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، خلاص. الارتكاريا بتيجي في صورة ان حد كل حاجة او شم حاجة يحصل سويلينج وفي معاه اتشينج، سيفير اتشينج، وبعد كده بعد فترة بتخف وتبقى كأنها مش موجودة خالص، بتشوفش اي اثر. بينما الاكزيما ده كان نوع من الدرماتايتس، تمام، بتسيب اثر، بتسيب سكارينج بسيط، وممكن تلاقي السكن فيها درايد، تمام، وفي زي السكن تتقشر كده، واللي هي الشكل بتاع الدرماتايتس ممكن تاخده فيها، تمام. فهي الاكزيما بتسيب اثر فعلا، الارتكاريا لا، بتبقى سوولن واتشنج وبعد كده بتخف خالص. دي انواع كلها اللوكال فورمز اوف هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. الصورتين دول بيوضحوا فرق كده ما بين الارتكاريا والاكزيما. الارتكاريا في سويلينج، في اتشينج، في ريدنس، تمام، وبعد ما بتخف بتروح خالص، وزين مثلا هاف ان اور مثلا بتلاقيه اختفت خالص. الاكزيما لا، الاكزيما بتبقى بتستمر معانا وتبقى نوع من الدرماتايتس، بيبقى في السكين دراي وفي اتشينج برضو احيانا بيبقى موجود، وبلاقي فيها الـ ممكن سكارنج بيبقى بتسيب اثر يعني غير الايه، غير الارتكاريا. ايه الاميونولوجيكال دايجنوزيس اوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز؟ عندنا في ان فيترو تيست اختبارات خارجيه، وان فيفو تيست اختبارات داخليه، خلاص. اختبارات خارجيه زي ايه؟ زي السكين تيست وبيسموها اسم تاني تشالنج تيست او بروفوكيشن تيست. تشالنج يعني تحدي، تمام، وبروفوكيشن يعني استفزاز. استفزاز تستفز البادي ان هو يدي رياكشن، تمام. السكين تيست في منها 3 انواع، في حاجه اسمها سكين بريك تيست وانترا ديرمال تيست واتوبي باتش تيست. الثلاثه دول هنميز ما بينهم في السلايد الجايه. في بعد كده الاليمينيشن دايتس والاورال فود تشالنجز،
عكس بعض. يعني ممكن لو في ضغط انا شاك ان هي بتعمل الرجي هوقفها واشوف، الالرجي ارتفت يبقى انا كده ممكن اوقف الضغط دي واعرف ان دي هي السبب، او العكس. او انا ادي اكلات معينه واشوف الريسبونس بتاعها ايه، ادي الاكله الفلانيه واشوف الريسبونس هل عملت الرجي ولا لا، تمام، واجرب بقى خلاص. فدي كلها الانفيترو تيست. في بعد كده الانفيفو تيست اللي انا بقيس حاجه جوه الجسم. من اشهر الحاجات اللي بقيسها الاي جي اي انتي بوديز. في عندنا الاي جي اي طريقتين، يا اما توتال اي جي اي انتي بودي ليفلز، والرجين سبيسيفيك اي جي اي انتي بودي ليفلز، وده موجود دلوقتي تمام. يعني ممكن يقيس الاي جي اي بس، لو الاي جي اي طالع عالي يبقى انا كده ايه خلاص، يبقى فعلا في الرجي في الغالب خلاص. بس ايه سببها ما تعرفش، يعني هو في الرجي من ايه ما اعرفش. في بقى الاحلى منها اللي هو الالرجين سبيسيفيك اي جي اي، تقول لك مثلا انا حاسس لك الاي جي اي بتاع مثلا الايه الفراوله، والاي جي اي بتاع البينات، والاي جي اي بتاع البولينز، والاي جي اي بتاع، ففي كل الالرجين سبيسيفيك اي جي اي هتقيسهم، اللي هيطلع عالي فيهم اكيد هو الايه المرتبط بالاكل او الانهيلانس او الحاجه اللي انت ايه اللي هي بتعمل الالرجي دي، تمام. فهو ده مور سبيسيفيك وده احسن بكتير طبعا، اللي هو الالرجين سبيسيفيك اي جي اي انتي بودي ليفلز. في حاجات تانية قيس فيها البيزوفيل ريسبونس، زي حاجة اسمها بيزوفيل اكتيفيتنج تيست، اكتيفيشن تيست، وبيزوفيل هيستامين ريليز، اقيس الهيستامين اخباره ايه. في السيروم تريبتيز لو تفتكروا، اللي هو الميديتور اللي شرحنا عليه، اللي هو واحد من البرايمري ميديتورز، ده ممكن اقيسه ايه في الدم. بس غالبا ما حدش بيعمل الحاجات دي، يعني البيزوفيل ريسبونس ده ما حدش بيعمله، كله دلوقتي متجه ناحية ايه، يا اما السكين تيستس يا اما الالرجين سبيسيفيك اي جي اي انتي بودي ليفلز، تمام. في نقطة تانية ان بيقول ان اليفيتد سيرم توتال اي جي اي كونفيرم الدايجنوزس، تمام، ان ذا ابسنس اوف بارازيتيك انفستيشن. خلي بالنا ان هو لو المريض عنده بارازيتيك انفستيشن ده سبب وجيه ان الاي جي اي الاي عادي، تمام. فساعتها لو هو ما فيش بارازيتيك انفستيشن ولقيته عالي هو كده دايجنوستيك، بس انت هنا ما عرفتش السبب ايه، تمام خلاص. وفي نقطة تانية ان هو النورمال اي جي اي does not exclude the diagnosis، يعني لو لقيت الاي جي اي توتال اي جي اي ليفل ده نورمال، لا خلاص لو سمحت يعني ده مش شرط يبقى ايه دايجنوستيك خلاص، ده ممكن فعلا يبقى السبيسيفيك اي جي اي عالي بس وصل لمرحلة ما زودش التوتال اي جي اي فيها، فبالتالي التوتال اي جي اي لو لقيته نورمال ده مش معناه ان انا اقدر اعمل اكسكلوجن للايه للدايجنوز ان هو ما فيش تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي خلاص، لا مش شرط. فلو لقيت التوتال اي جي اي معاك طالع عالي خلاص اوكي ده دايجنوستيك. طب لو لقيته نورمال مش شرط، ممكن برضه في حالات تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي الاقي فيها نورمال توتال اي جي اي انتي بودي خلاص، تمام. عشان كده في الاخر برضه الالرجين سبيسيفيك اي جي اي انتي بودي ليفلز هو الافضل، تمام. دول اشهر سكين تيست بتعمله في حالات الدياجنوز بتاع التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. اول حاجه السكين بريك تيست، بريك يعني شكه، تمام، عباره عن 3 مراحل. او قبل ما ابدا التيست بحب اشتغله فين، بشتغله في الفور ارم، تمام، ممكن اشتغله في الفور ارم من اماكن مناسبه. بقسم الفور ارم كده لميديا لارياس، كل اريا فيهم هحط فيه هعمل فيه تيست للالرجي معين، تمام. فهو مقسوم هنا مثلا من 1 ل 10. 3 خطوات ايه، اول حاجه بحط دروب اوف الرجين في المكان المخصص ليها، بعد كده الخطوه الثانيه بشكها بشكاكه، بعمل بشك بحس ايه اخترق الدروب والسكن مع بعض بحيث اضمن ان الدروب نفسها اللي فيها الالرجين سوليوشن دي دخلت تحت السكن. بعد كده بعد فتره اقيس بقى ايه اشوف الريسبونس، اشوف السكن رياكشن اخباره ايه بعدها بفتره زمنيه، تمام. لو في احمرار واديمه يبقى ده كده معناه ان هو كده في سكن رياكشن. تاني نوع عندنا انترا ديرمال تيست، اللي هو بعمل انترا ديرمال انجكشن اوف الرجين سوليوشن، برضو زي دي بالظبط بقسمها اماكن، تمام، في كل مكان فيهم هعمل انترا ديرمال انجكشن اوف الرجين سوليوشن. يعني هنا حطيناها في صوره دروب وعملنا بريكنج، هنا لا هنا حقناها على طول تحت الايه انترا ديرمالي.
اخر حاجه اتوبي باتش سكين تيست عباره عن باتش، الباتش دي تمام بحطها بيتعمل في الظهر زي ما هو واضح هنا. كل واحده من الباتش دول فيها انرجي معين ومترقمين ومعروفين، انا بحطه وبعد كده ايه بشوف الريسبونس انهي باتش فيهم هي اللي عملت الايه الالرجي، وفي الاخر ايه بقدر اشخص منها السبب ايه. دول الانواع المختلفه للالرجي سكين تيست. ده سؤال: which one of the following immunoglobulins has a role in the pathogenesis of bronchial asthma؟ bronchial asthma يبقى type 1 hypersensitivity. اتوقع طبعا الاجابه هنا هتبقى ال IgE اللي هو رقم نمبر B. Which one of the following tests is not used to diagnose peanut allergy؟ allergy تمام خلاص يعني type 1 hyper sensitivity. skin prick test مظبوط، direct comb test ده طبعا هناخده بعد كده في type 2 hyper sensitivity. allergy specific IgE antibody levels تمام، serum tryptase تمام، يبقى كده الإجابة عندي هنا B. ده ريبورت هنعمله انتربريتيشن زي ما احنا شايفين هنا، السيروم توتال اي جي اي خلاص طالع عالي، في سيروم تريبتيز، وقلنا السيروم تريبتيز ده واحد من التستات اللي ممكن نستخدمها عشان نشوف بيها في الرجي ولا لا، طالع برضو عالي 97. في بعد كده دول حاجة اسمها سبيسيفيك اي جي اي تمام، في ميلك في الايج وايت وفي الايج يوك والجلوتين والبينات والستروبيري والبنانه والابل والسترس، دول اكزامبلز لكل الفود تمام. الظاهر ان هو الطفل ده مثلا بيشتكي من عنده فود الرجي مش عارفين ايه السبب بالظبط، فبدا يعملوا سبيسيفيك اي جي اي لكل واحد فيهم تمام. نلاحظ هنا ان كلهم ان النورمال بتاعهم اقل من 0.35، الوحيد اللي طالع بوزيتيف يوم اللي هو البينات خلاص، بينات سبيسيفيك سيرم اي جي اي خلاص تمام، ده طالع ايجابي. يبقى اتوقع هنا التشخيص بتاعي هيبقى بينات الرجي، بينات فود الرجي. النوع التاني عندنا هو السيتوتوكسيك او السيتوليتيك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن خلاص. الرياكشن ده كاركترايزد باي ثلاث حاجات، اول حاجه ان هو انتي بودي ميديتد تمام، في انتي بودي ميديت للرياكشن ده زي مين؟ زي الاي جي جي او الاي جي ام. طب والاي جي اي؟ الاي جي اي لا، الاي جي اي في النوع تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي مش تبعنا خالص هنا تمام. يبقى اول نقطه هو انتي بودي ميديتد، تاني نقطه سايتوتوكسيك يعني توكسيك للسيلز، بيعمل لايسز للسيلز تمام او سايتوليتيك. ثالث نقطه ان هو بيبقى سيل سبيسيفيك اور تيشو سبيسيفيك، يعني هو التارجت بتاعه سيلز معينه او تيشو معين، ما بيبقاش بمعنى اصح سيستماتيك تمام. يبقى دول الثلاثه كرايتيريا بتوع السيتوتوكسيك او السيتوليتيك هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. اول حاجه انتي بودي ميديتد بيبقى اي جي جي او اي جي ام، ثاني حاجه بيبقى سيتوتوكسيك، تالت حاجة بيبقى سيل سبيسيفيك أور تيشو سبيسيفيك. إيه نوعية الأنتيجينز تمام اللي ممكن تعمل لي الـ Type 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز؟ قسموها حاجتين، حاجة اسمها سيل سيرفيس أنتيجينز تمام زي الـ RH، أو أنتيجينز بارت أوف سيل ميمبرين تمام، يعني حاجات موجودة على السيل سيرفيس أو جزء من السيل ميمبرين نفسه تمام. ده أول نوع. تاني نوع اللي هو circulating antigens تمام، circulating antigens that attach to cell membrane خلاص، زي مين؟ زي البنسلينز مثلا تمام، دي بتبقى دراج بيتاخد فبيبقى في circulated في blood، بعد كده بيبقى attached لل RBCs membranes تمام، ويعمل لي hypersensitivity reactions خلاص. يبقى هما في الحالتين مربوطين بالايه، بالسيل سيرفيس او السيل ميمبرينز،
سواء كانت حاجة fixed زي cell surface antigen أو part of cell membrane، أو حاجة كانت circulating وبعد كده attached to cell membrane. تمام. طيب ايه الانتي بودي كلاس هنا الـ involved في القصة دي؟ عندنا نوعين، IgG most IgG والاي جي ام، عشان كده احنا قلنا برضو ان هو انتي بودي ميديتد في اول واحده من الكرايتيريا بتاعت الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن تايب 2. ايه هي الميكانيزمز بتاعت التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز؟ احنا قلنا في بيحصل فيها سيل لايسيس. السيل لايسيس ده بيحصل بثلاثه ميكانيزمز. تمام، نبتدي من البدايه الاول. ادي عندنا السيل سيرفيس وعليه الانتيجين بتاعنا. الانتيجين بتاعنا قلنا ده بارت اوف سيل ميمبرين او انتيجين موجود على السيل سيرفيس او سيركيليتنج انتيجين وبيكم اتاج للايه للسيل سيرفيس. تمام، الانتيجين ده بيعمل ستيميشن اميون ريسبونس، بيبقى بيكون انتي بودي اجينست الانتيجين. قلنا الانتي بودي بيبقى غالبا اي جي جي او اي جي ام. تمام، بيعمل بايندنج للانتيجينز على السيل سيرفيس، خلاص بيكون اللي هو الانتيجين انتي بودي كومبلكس. الكومبلكس ده بيعمل اكتيفيشن للاميون سيستم وبيخلي فيه سيل لايسيس. السيل دي بيحصل لها لايسيس واحده من 3 طرق. اول طريقه فيهم اللي هي كومبلمنت اكتيفيشن. كومبلمنت اكتيفيشن انهي باث واي من الكومبلمنت اكتيفيشن؟ في عندنا قلنا في مش اتشرح زمان في المناعه ان في كلاسيكال باث واي وفي الترناتيف باث واي وفي اللكتين باث واي. احنا هنا اهو اكتر حاجه بتعمل هو كلاسيكال باث واي. كلاسيكال باث واي بيبدا منين؟ بيبدا ان في يحصل بايندنج للاي جي ام او الاي جي اي جي مع الايه مع الانتيجين بتاعه على السيل سيرفيس، يبقى هيعمل ايه ستيبيليشن للكومبلمنت اكتيفيشن. في حاجه اسمها كومبلمنت كاسكيد، بيبدا من سي 1 وينتهي بحاجه اسمها يشتغل الكاسكيد لغايه ما ينتهي بحاجه اسمها الماك ميمبرين اتاك كومبلكس، وده بيبقى ايه بيبقى راشق في السيل سيرفيس في الاخر، بيعمل بورز او يخرمها كده، يخرم السيلز. تمام، فبالتالي بيحصل سيل لايسيس. تمام، دي اول طريقه اللي هي كومبلمنت اكتيفيشن اللي هو كلاسيكال باث واي، بينتهي ان بيحصل سيل لايسيس باي سيرفيس بورز فورميشن. الميكانيزم الثاني للسيل لايسيس اللي هو اسمه اوبتمايزيشن. كلمه اوبتمايزيشن جايه من كلمه اوبسنين. اوبسنين ده البروتين، البروتين ده بيعمل كوتينج للسيلز اللي بتبقى مستهدفه ويحصل لها فاجوسايتوزيس عن طريق الماكروفاجز. تمام، فالاوبسنين ده عباره عن زي نعمل ماركينج للسيل عشان تشوفها الماكروفاجز عشان تعملها فاجوسايتوزيس. طيب مين امثله للاوبسنين بروتينز اللي هي بتعمل كوتينج للسيلز؟ اول حاجه اللي هو الانتي بودي نفسه زي الاي جي كده. الانتي بودي ده اكت از اوبسنين. تمام، بيغطي السيل عشان الماكروفاجز تشوفها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها اف سي ريسبتورز او اي جي جي اف سي ريسبتورز. الاف سي ريسبتورز دي بتعمل بايندنج للاف سي بورشن بتاع الايه اللي هو الجزء ده بتاع الاي جي جي، خلاص، او بتعمل بايندنج خلاص هي كده بقت قريبه جدا من التارجت سيلز، تبدا تعمل لها فاجوسايتوزس وتعمل لها سيل لايسيس. تمام، يبقى دي اول، ده اول اوبسين. تاني اوبسين عندنا عباره عن كومبلمنت فراجمنت من الكومبلمنت باث واي اسمه سي 3 بي. سي 3 بي ده فراجمنت بتبقى ايه اتاجد للايه للسيلز اللي بتبقى مستهدفه ان يحصل لها سيل لايسيس، خلاص. الماكروفاجز عليها برضو سي 3 بي ريسبتورز او كومبلمنت ريسبتورز، خلاص. اول ما بتشوف السي 3 بي اتاج للسيرفيس بتاع السيلز، خلاص تبدا تعمل ديستراكشن للسيلز دي اللي تعمل فاجوسايتوز للسيل اللي عليها سي 3 بي. يبقى الاوبسونيزيشن ده عن طريق الاوبسونين. الاوبسونين قلنا مثالين، اول مثال فيهم اللي هو الاي جي جي انتي بودي وماكروفاجز بتعمل فاجوسايتوزس باستخدام الاي جي جي اف سي ريسبتورز، وتاني مثال الاوبسون اللي هو سي 3 بي كومبلمنت فراجمنت، خلاص، اللي هو الماكروفاجز بتعمل لها بايندنج عن طريق السي 3 بي كومبلمنت ريسبتورز، خلاص. ده تاني ميكانيزم اللي هو الاوبسونيزيشن.
تالت ميكانيزم معانا اللي هو انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيستي، خلاص، عبارة عن سايتوتوكسيستي او سيل ديث عن طريق الانتي بودي. خلاص، مين الانتي بودي ده؟ اللي هو الاي جي جي، تمام، او الاي جي ام غالبا، قلنا احنا الاي جي جي. مين الخلايا اللي بتعمل الانتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيستي واختصاره اي دي سي سي؟ اشهر حاجه اللي هي ناتشر كيلر سيلز. الناتشر كيلر سيلز عليها برضو اي جي جي اف سي ريسبتورز، وهتيجي تبقى تستهدف الخلايا اللي عليها سيرفيس اي جي جي، تعمل لها بايندينج، وتقدر تعمل سيل لايسز عن طريق الجرانيولز الموجوده جواها. الجرانيولز الموجوده جواها في حاجه اسمها بيرفورنس وحاجه اسمها جرانزايمز. البرفورنس هدفها انها تعمل بورز في السيل دي، تمام، والجرانزايمز بتدخل جوه بتعمل استيميليشن للابوبتوزس، بيحصل ابوبتوزس للسيل دي، تمام. يبقى ده طريقة اللي هو ال ADCC او ال Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity، Cytotoxicity باستخدام او عن طريق ال Antibody اللي هو موجود على السيل سيرفس. يبقى قلنا 3 طرق، اول طريقه الكومبلمنت اكتيفيشن اللي هي كلاسيكال باث واي، سيل لايس هيبقى عن طريق البورز هتتكون بالماك ممبرين اتاك كومبلكس، خلاص. تاني طريقه الاوبسونايزيشن، وقلنا في تو تايبس اوف اوبسونين، اللي هو الاي جي جي اللي بيعمل بايندنج الاي جي جي اف سي ريسبتورز على الماكروفاجز، والاوبسون التاني اللي هو سي 3 بي اللي هو بيعمل بايندنج للسي 3 بي كومبلمنت ريسبتورز اللي برضه موجوده على الماكروفاجز. ماكروفاجز جاست البايندنج ده حصل، ماكروفاجز بتعمل فاجوسايتوزس للسيلز اللي هي ايه عليها الاوبسونين، تمام. فدي تاني طريقه للسيل لايسس. ثالث طريقه قلنا الانتي بودي ديبندنت سيلر سايت توكسيسيتي، تمام. مين بيقوم بالدور ده؟ بالنيتشر كيلر سيلز عن طريق الجرانيولز اللي فيها عليها برضه اي جي جي اف سي ريسبتورز، تمام. اول ما تبقى بايندنج للاي جي جي بتعمل سيل لايس عن طريق حاجه اسمها بيرفورنس وجرانزايمز اللي هي جوه الجرانيولز. بيرفورنس من اسمها بتعمل بيرفوريشن او بورز، وجرانزايمز بتعمل ستيميليشن للابوبتوزس بتاع السيل اللي هي ايه عايزين نعمل لها سيل لايسس. دول الثلاثه ميكانيزمز الكبار بتوع ايه بتوع التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. أمثلة للتايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، رقم واحد البلاد جروب انكومباتيبلتي اللي هي بتعمل لنا ترانسفيوجن رياكشن، واتنين اللي هي ار اتش انكومباتيبلتي اللي بتعمل لنا هيموليتيك ديزيز اوف ذا فيتس اند نيو بورن، تبقى اللي هي فيها الام ار اتش نيجاتيف والبيبي ار اتش بوزيتيف، فبيحصل هيموليتيك رياكشن. الاتنين دول هتاخدوهم فين؟ في بنك الدم، تمام. الاوتوميون ديزيز زي ايه؟ زي روماتويد ارثرايتس وسيستميك لوبوس، زي الاوتوميون هيموليتيك انيميا، واشهر مثال ليها اللي هو الدراجز زي البنسلينز اللي هي بتبقى اتاج للسيرفيس بتاع الار بي سيز، فبيبقى بتعمل في انتي بودي موجود بيعمل ديستراكشن للار بي سيز. والاوتوميون نيوتروبينيا اللي هو بيبقى فيه انتي بوديز اجينست النيتروفيلز، والاميون ثرومبوسايتوبينيا اللي فيها انتي بوديز اجينست البليتلتس، وفي الهاشيموتو ثايرويدايتس والجريفز ديزيز بقى فيهم انتي بوديز اجينست واحد من الكومبوننتس اوف ثايرويد تيشو، تمام. رابع حاجه الجرافت ريجكشن. الجرافت ريجكشن بيندرج تحتها كذا ميكانيزم للايه الجرافت ريجكشن، منها التايب 2 والتايب 3 والتايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، تمام. واحد من الميكانيزمز دي اللي هو طبعا التايب 2، تمام، السيتوتوكسيك هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، خلاص. نلاحظ هنا ان كتير منها بيبقى مستهدف تيشو سبيسيفيك او سيل سبيسيفيك، يعني هنا بيبقى غالبا بتبقى جوينتس وهنا جوينتس، تمام، او كيدني، تمام. فدي كده بتبقى سبيسيفيك اكتر. هنا السيلز هنا الار بي سيز، هنا السيلز النيتروفيلز، هنا السيلز البليتلتس، هنا الثايرويد تيشو، تمام. في الاثنين دول المستهدف هو الار بي سيز، خلاص. هنا هو مستهدف هو الجرافت، فهي بتبقى اكتر تيشو سبيسيفيك اللي هي الايه التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. زي ما قلنا في الاول ليها 3 كريتيريا، انتي بودي ميديتد وسايتوتوكسيك وتيشو او سيل سبيسيفيك.
هنختار واحد من ال diseases بتاع type 2 hypersensitivity، اللي هو الهايبر اللي هو الهيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيوبور. تمام، الابنولوجيكال دايجنوز بتاعه عن طريق تيست اسمه انتي جلوبولين تيست او كومبس تيست. كومبس تيست ده نوعين، دايركت واندايركت. الدايركت كومبس تيست ليه اسم تاني اللي هو دايركت انتي جلوبولين تيست، تمام، او الدات دايركت انتي جلوبولين تيست. الاندايركت كومبس تيست ليه اسم تاني اسمه اندايركت انتي جلوبولين تيست. خلاص، فانت كومب تقابل انتي جلوبولين. خلاص، الاندايركت انتي جلوبولين تيست اختصارا ايات. تمام، الدايركت كومب بنعمل في ايه؟ بنعمل detection للانتي بوديز that already present on the surface of RBCs. زي مين؟ زي نيوبورن هو اللي عندنا الانتي بوديز موجود على السيرفيس بتاع الار بي سيز، بينما المذر لا، ما عندهاش الكلام ده. فهو الدايركت بيستخدم في النقطه دي، بيستخدمه في النيوبورن. فلو قال لك في الامتحان النيوبورن بستخدم فيه الاندايركت ميثود، ده غلط، بستخدم فيه الدايركت اللي هو بيكون فيه الانتي بودي موجود على السيرفيس بتاع الار بي سيز. تمام، طيب الاندايركت ميثودز محتاج بس ان الانتي بوديز تبقى موجوده في السيروم بتاع البيشنت زي في حالات المذر. تمام، فالمذر التيست اللي ممكن نعمله ليها اللي هو الايات او الاندايركت كومبس تيست، ديتكت اوف انتي بودي بريزنت ان ذا مذر سيروم. ادي عندنا النيو بورن ار بي سيز وعليها الانتي بودي، تمام، اللي هو بتاع المذر. تمام، دي بيسموها سنسيتايزد ار بي سيز. يعني ايه سنسيتايزد؟ يعني عليها الانتي بودي، تمام، او كوتد باي الانتي بودي. في التيست ده اللي هو الدايركت كومب تيست بنضيف حاجه اسمها انتي جلوبولين. انتي جلوبولين عشان كده سموه انتي جلوبولين تيست. تمام، انهي نوع من الانتي جلوبولين؟ اللي هو انتي هيومن جلوبولين، واختصاره AHG. تمام، ده بيبقى بنتاميريك IgM. تمام، وسبيسيفيك لمين؟ سبيسيفيك للإف سي بورشن بتاع الـ IgG. تمام، اللي هو موجود على السيرفيس بتاع مين؟ بتاع الـ newborn RBCs. خلاص، بيعمل أجليتينيشن زي ما شايفين في الصورة. آدي واحد بس أنتي هيومن جلوبولين مولكيول بايند لكذا أنتي بودي تانيين موجودين على السيرفيس بتاع newborn RBCs. تمام، فبيعمل لنا في الاخر اجليتينيشن. ده بالنسبه لمين؟ للدايركت كومب تيست او الدايركت انتي جلوبولين تيست. النوع الثاني عندنا اللي هو الاندايركت. بقى الاندايركت ليه؟ عشان في خطوه زياده قبليها. يعني هو بالظبط الدايركت، بس في خطوه زياده قبليها. ايه الخطوه الزياده دي؟ تمام، اللي هي انا بضيف الار بي سيز. تمام، طيب احنا هنا في الايات او الاندايركت كومب تيست بندور على ايه؟ بندور على انتي بودي الموجود في السيروم بتاع المذر. تمام، ادي السيروم بتاع المذر اهو فيه الانتي بوديز. تمام، الانتي بوديز دي هعمل ايه؟ هضيف انا ار بي سيز من عندي. خلاص، بلاد جروب او ار بي سيز، وخليها ايه؟ وخليها تعمل ايه؟ تبقى كوتد بالانتي بودي الموجود في السيروم بتاع المذر زي هنا، هتبقى سنسيتايزد، واكمل عادي نفس الخطوات بتاعت الدايركت كومب تيست. تمام، ادي سنسيتايزد ار بي سيز، ضفت الانتي هيومن جلوبولين، بعد كده حصل اجليتينيشن. خلاص، يبقى مهم نعرف الفرق بين الاثنين، الدايركت والاندايركت. الدايركت الاثنين فيهم بضيف انتي هيومن جلوبولين، الدايركت بدور فيه على الانتي بودي الموجود على النيوبورن ار بي سيز. تمام، على السيرفيس بتاع النيوبورن ار بي سيز، بينما في الاندايركت بدور فيه على الانتي بوديز الفري انتي بوديز اللي بتبقى موجوده في المذر سيروم. تمام، برايمري ميدييتورز ان تايب 2 هايبر سنسيتيفيتيز انكلود الاي جي اي والاي جي ام والاي جي جي، ولا الكومبلمنت والاي جي ام والاي جي جي، ولا الاي جي اي والبيزوفيل وماست سيلز، ولا التي لينفوسايتس. التي لينفوسايت دي هناخدها بعد كده، اللي هي بتبقى في السيل ميديتد اللي هي تايب 4 والديليت،
والاي جي اي ده بتاع التايب 1، تمام. الكومبلمنت اي جي ام والاي جي جي طبعا هنا الاجابه الصحيحه، لان الاي جي اي ده مش عندي اساسا هنا، فالاجابه الصحيحه هنا هتبقى بي. النوع الثالث عندنا اللي هو الاميون كومبلكس ميديتد هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، هو عباره عن ايه؟ عباره عن رياكشن برودوسد باي ذا اكيوميليشن اوف اميونو كومبلكسز، او اللي هم اللي هي انتيجن انتي بودي كومبلكسز ذات هاف نوت بين ادكوتلي كليرد، تمام. الكليرنس بتاعها بطيء جدا من السيركيوليشن، فبالتالي بيحصل ليها اكيوميليشن. الاكيوميليشن ده يؤدي في الاخر ان في جيفنج رايز to an inflammatory response and attraction of leukocytes، عشان تعمل لنا بقى ايه الانفلاماتوري ريسبونس، تمام. طيب يبقى هنا في defective clearance للايه للاميونو كومبلكسز. الانتيجين تايب بتاعنا هنا ايه؟ soluble antigens، بعكس التايب 2 كان مربوط بالسيل ميمبرين، سواء كان part of cell membrane او bound to cell membrane او حاجه circulating واتاجد للسيل ميمبرين. هنا لا، هنا الانتيجين بتاعنا soluble وفري خالص، تمام، بعيد عن السيل ميمبرين. الانتي بودي كلاس المديت التايب 3 هايبر سنسيتيفيتي هو الاي جي ام والاي جي جي زي بالظبط التايب 2. الميكانيزمز عندنا هنا عباره عن 3 ستيبس ورا بعض. اول حاجه عشان هو soluble antigen، فاول حاجه formation of soluble immune complex in plasma. الانتي بودي هيعمل attached او binding للانتيجين اللي هي soluble antigen، هيعمل لنا soluble immune complex، تمام. الكليرنس بتاعه بيبقى ضعيف، فبالتالي بيحصل accumulation، والaccumulation ده يلي deposition of soluble immune complexes in tissues، تمام. بعد ما بيحصل بقى deposition، الخطوه اللي وراها بيحصل inflammatory reaction tissue damage and necrosis. فدول الثلاثة steps بتاع الميكانيزم بتاع ال type 3 hypersensitivity: formation of soluble immune complexes, deposition of soluble immune complexes، وآخر حاجة ال inflammatory reaction و tissue damage والنكروزس. ندي مثال كده للميكانيزم بتاع ال type 3 hypersensitivity. أدي عندنا ال A ال blood vessel، ده ال wall بتاعها، وده ال دي ال endothelial cells، تمام، وفي البيزمنت ميمبرين تحت. في ديبوزيشن اوف سوليوبل امينو كومبلكسز، ادي سوليوبل امينو كومبلكس، وكان فري سوليوبل الاول، بعد كده حصل له ديبوزيشن، تمام، فين؟ في البيزمنت ميمبرين اوف بلاد فيسلز، اللي هو الجزء اللي المفروض من تحت، تمام. فهو حصل ديبوزيشن هنا للامينو كومبلكس. الديبوزيشن ده بيعمل لنا حاجتين، اول حاجه كومبلمنت اكتيفيشن، تمام. اللي احنا فاكرين لما قلنا ان في اي امينو كومبلكس، تمام، بيعمل اكتيفيشن للكلاسيكال باثوي اوف كومبلمنت اكتيفيشن، تمام. ففي بيتكون في الاخر كومبلمنت كاسكيد، ويبقى في اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم، تمام. تاني حاجه بتحصل اللي هي بليتلت اكتيفيشن. طالما في ديبوزيشن معناها السيرفيس ده مش سموث، معناه ان هو ده ممكن يبقى فيه عرضه ان في يحصل اكتيفيشن للبليتلتس. الكومبلمنت اكتيفيشن هيدينا في النهايه ان في تيشو دامج، انتوثيليال سيل دامج، تمام. والبليتلت اكتيفيشن هيدينا في الاخر ان في مايكرو ثرومباي هتتكون، تمام، وممكن نعمل ايه اوستراكتنج للايه للبلاد فيسلز. بعد ما بيحصل كومبلمنت اكتيفيشن، تمام، وتشو دامج، في عندنا بيبقى في كومبلمنت فراجمنتس تهمني بتتكون بعد كومبلمنت اكتيفيشن اللي هي C3A و C5A، دول بيسموهم انافلاتوكسينز. انافلاتوكسينز، تمام، اللي هو بيدخلوا بيعملوا زي الانافلاكسس بتاعت التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، وفي نفس الوقت بيعملوا ايه كيموتاكسيس للوايت بلاد سيلز. كيموتاكسيس يعني اتراكشن عن طريق كيميكال ميديتورز، تمام، بيعملوا اتراكشن للوايت بلاد سيلز عن طريق ان هم بيعتبروا زي كيميكال ميديتورز. الانافلاتوكسينز بتعمل ايه؟ بتعمل ماست سيل ديجرانيوليشن وانكريزد فاسكولار بيرميابيليتي وفلويد ليك واديما، تمام.
تمام، شبه قوي اللي هو التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. الكيموتاكسيس افكت بقى فانكشن بتعمل اتراكشن او كيموتاكسيس لنوعين من الخلايا اللي هما الماكروفاجز والنيتروفيلز. الماكروفاجز والنيتروفيلز بيبدأوا يعملوا نوع برودكشن للايزوزومال انزيمز، ودي بتعمل تيشو دامج، وبرضه بيعملوا لنا برودكشن لحاجة اسمها رياكتيف اوكسجين سبيشيز او ROS، اللي هي عبارة عن اوكسجين فري راديكلز وهيدروجين بيروكسيد، دي كلها بتعمل برضه تيشو دامج. تمام، يبقى نعمل سمري سريع كده على الميكانيزم بالتفصيل. احنا قلنا الميكانيزم عبارة عن أول حاجة فيه بيبقى soluble immunocomplex، بعد كده تاني خطوة بيحصل deposition للإمينوكومبلكس، تمام، بعد كده الخطوة اللي بعد كده بيحصل الإنفلاماتوري ريسبونس. تمام، الإمينوكومبلكس ده زي ما قلنا بيعمل اكتيفيشن للبليتلتس، بتكون لنا مايكرو ثرومبوي، بتسد البلاد فيسلز، وبيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت. كومبلمنت اكتيفيشن بيدينا في الآخر بيعمل بورز في الخلايا وتشو دامج وسيل لايسز. بيتبقى لي في فراجمنتس من الكومبلمنت اكتيفيشن هما C3A و C3B، دول ليهم وظيفتين. اول حاجه بيشتغلوا كانفلاتوكسنز، بيعملوا حاجه شبه التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، ماسل دي جرانيوليشن، انكريزد فاسكولار بيرميابيليتي، فلويد ليك تو تيشوز، وفي الاخر بيحصل اديما. الفانكشن التانية ليهم اللي هي الكيموتاكسيس. الكيموتاكسيس ده بيعمل اتراكت الماكروفاجز والنيتروفيلز اللي هما بيعملوا برودكشن للايزوزومال انزيمز والرياكتيف اوكسجين سبيشيز، يدينا في الاخر مور تيشو دامج. تمام، ده باختصار كده الميكانيزم بتاع التايب 3 اللي هو اميون كومبلكس ميديتد هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. اكزامبلز للتايب 3 هايبر سنسيتيفيتي بنحطهم في تو كاتيجوريز. اول كاتيجوري اللي هي السيركليتنج انتي بودي ليفلز بيبقى هاي، تمام، وعشان هو هاي بيعمل بريسيبيتيشن للانتيجين ات سايت اوف انتيجين انتري انتو ذا بودي. تمام، زي ايه؟ زي الارثس رياكشن. خلاص، الارثس رياكشن ده عباره عن في بيحصل ريبيتد انجكشن اوف ذا سيم انتيجين سب كونتينيوسلي، فبالتالي الرياكشن هنا الانتيجين ما بيلحقش يدخل جوه الجسم ويعمل ايه وسيركوليتد، لا، مكان السايت بتاعه او دخوله في السب كوتينيوس تيشو هيحصل الرياكشن ده اللي هو بيسموه ارثس رياكشن، عشان كده بيعتبروه هو لوكال فورم. تمام، زي ايه مثلا؟ زي اي حاجه بتتحقن، تمام، سب كوتينيوسلي ممكن تعمل لي الارثس رياكشن. الفارمرز لانج اللي هي بيسموها هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس، من اسمها كده ان هو في الفارمرز الفلاحين بيبقى عندهم مثلا محاصيل، والمحاصيل دي فيها مولدز وحاجات زي كده، بيبقى عندهم حساسية منها. تمام، بس ايه السايت اوف انتري بتاع الانتيجين هنا؟ اللي هو البرونكاي واللنج، فبالتالي الرياكشن نفسه بيحصل فين؟ بيحصل في اللنج، تمام، او بيحصل في صورة نيمونايتس. تمام، فدي الحالتين دول لما بيبقى circulating antibody levels are high بيحصل زي ما قلنا precipitation الانتيجين at site of entry، الارثس رياكشن بيبقى precipitation الانتيجين subcutaneously، والفارمرز لانج بيبقى at lung بيعمل ايه؟ بيعمل لنا صورة نيمونايتس. الكاتيجوري التانية بقى لما بقى فيه relative antigen excess، تمام، يعني عندنا هنا الانتيجين كمية الانتيجين أكبر من الانتي بودي، خلاص دي الكاتيجوري التانية. تمام، ايه اللي بيحصل؟ ان الانتيجين ده كميته كبيرة بيقدر يدخل لغاية ما يوصل للسيركيوليشن، بيعمل ايه بقى؟ بيقابل الانتي بودي هناك، وبعد كده فورم الانتيجين انتي بودي رياكشن ده بيعمل soluble complexes. soluble complexes دي بتبقى circulated لغاية ما تبقى deposited في أماكن معينة أو preferred sites، certain preferred sites. دي تعتمد على إيه؟ على حسب الأنتيجين أنتي بودي كومبلكس. تمام،
ممكن الستي ده يبقى كيدني جلوميرولس زي حالات الجلوميرولونفرايتس بص ستريبتوكوك الجلوميرولونفرايتس او في حالات اللوبس نفرايتس تمام. ممكن يبقى في الجوينتس زي روماتويد اثرايتس ممكن زي في السكن زي السيروم سيكنس تمام. وممكن في البلاد فيسلز زي في حالات البولي ارترايتس نيدوزا تمام. كل دي اشكال للايه للكاتيجوري الثانيه اللي هي ريليتيف اكسس انتيجنز. ناخد بالنا ان السيروم سيكنس هنا تمام هو شبه الارثس رياكشن بس ده بقى سيستميك فورم مش اللوكال فورم. ليه سيستميك فورم؟ ده لما يبقى فيه انتيجين اكسس. اللوكال فورم لما يبقى فيه انتيبادي اكسس تمام. يبقى السيروم سيكنس ده سيستميك فورم which occurs after injection of large doses of foreign serum تمام. اللارج دوزز دي بتخلي فيه الانتيجين كميته كبيره بالنسبه للانتيبادي فبالتالي بيعمل لنا سيستميك فورم. خلاص دول الاربع امثله بتوع السكند كاتيجوري السيروم سيكنس البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس واللوبس نفرايتس والروماتويد ارثرايتس وايه والبولي ارترايتس نيدوزا. طيب هنتكلم هنا على الاكزامبلز بتاعت التايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز تمام بنوع من التفصيل. هنا الديزيزز في العمود ده وهنا التارجت انتيجنز في العمود ده وهنا المين افكتس بتاعت الاميونو كومبلكس ديبوزيشن في العمود ده تمام. الديزيز اول واحده عندنا سيستميك لوبس تمام. التارجت انتيجن بتاعنا اللي هو النيوكلير انتيجنز والانتي بوديز بتاعتها اللي هي انتي نيوكلير انتي بوديز هيعملوا بايندنج لبعض هيعملوا امينو كومبلكس هيحصل له ديبوزيشن فين في الكيدني جلوميرولاي يعمل لنا نفرايتس وفي السكن ممكن يعمل ديبوزيشن في السكن يعمل لنا سكن ليجن زي الالسرز وممكن يعمل ديبوزيشن في الجوينتس يعمل لنا ارثرايتس تمام. طيب الروماتويد ارثرايتس تمام عندنا في لو فاكرين قلنا الروماتويد فاكتور في الدرس بتاع المناعه في الاوتو اميون ديزيزز قلنا الروماتويد فاكتور ده عباره عن اي جي ام اجينست الاي جي جي خلاص. فالانتيجين هنا عندي اللي هو الاي جي جي والانتي بودي اللي ضده اللي هو الاي جي ام خلاص. الاي جي ام اي جي جي كومبلكس ده اللي هو الامينو كومبلكس بيحصل له بريسبيتيشن فين في الجوينتس يعمل لنا ارثرايتس في البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس تمام. ايه هي الانتيجين بتاعتي اللي هي الستريبتو كوكايسيل وول انتيجنز تمام. الانتي بودي اللي بتبقى دايركتد للسيل وول انتيجنز بتاعت ستريبتوكوكاي بتعمل بعد كده كومبلكس. البريسبيتيشن بيحصل فين في الرينال جلوميرولاي ويعمل لنا نفرايتس. البولي ارترايتس نيدوسا بيبقى بيتارجت انتيجنز اجينست اتش بي سيرفيس انتيجنز والبريسبيتيشن بيحصل في الفيسلز فبيعمل لنا سيستميك فاسكيولايتس. في حاجه اسمها برضو رياكتيف ارثرايتس بيبقى التارجت انتيجين بتاعي سيفرال بكتيريال انتيجنز تمام. ممكن في عندنا كذا نوع بعد كده طبعا المين افكتس بتاعتها اكيوت ارثرايتس. في بعد كده سيروم سيكنس تمام واللي هو السيستميك فورم والارثرس رياكشن اللي هو سيستميك فورمز. اي حاجه حاجات كتير انجكتابلز ممكن تعمل لي الاشكال دي تمام. وطبعا في السيستميك فورم بيبقى ممكن يحصل ارترايتس ممكن يحصل فاسكيولايتس ممكن يحصل نفرايتس عشان دي سيستميك فورم ممكن يبقى البريسيبيتيشن في اكتر من مكان. بينما اللوكال فورم بتبقى لوكال بتدينا بس كوتينيوس فاسكيولايتس. طيب اخر حاجه هي الفارمرز لانج ده برضو لوكال فورم لما يكون في انتي بودي اكسس بيبقى الانتيجين بتاعنا اللي هي انهيلد انتيجين زي المولد تمام والهي داست وبتدينا في الاخر المين افكتس الفيلار انفلاميشن انفلاميشن في الالفيولاي بتاعت اللنج. اخر نوع عندنا هو التايب 4 hypersensitivity reactions بيسموه delayed type hypersensitivity reactions. ليه delayed؟ عشان هو بيتأخر ممكن يحصل ما بين يومين او 3 ايام تمام. بينما النوع الاولاني اللي هو type 1 ده immediate
ممكن يحصل في دقايق، تمام؟ فتايب 1 افتكروا ان هو ايميديت، وتايب 4 اخر واحد اللي هو ديليت، خلاص. طيب بيسموه برضو سيل ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ليه سيل ميدييتد؟ لان هو ميدييتد باي تي سيلز، تمام. هنا يا جماعه الانتي بودي ملوش اي رول، هنا الرول للسيلز بس، خلاص. لو نفتكر تايب 1 ميدييتد باي اي جي اي والبيزوفيل والايزينوفيل والحاجات دي كلها، تمام. بينما تايب 2 وتايب 3 كانت ميدييتد لو تفتكروا في انتي بودي اللي هو الاي جي جي والاي جي ام. تايب 4 بقى ما لوش علاقه بالانتي بوديز، هو عباره عن سيل ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. طيب يبقى ميدييتد باي ايه؟ باي previously sensitized T cells reacting to specific antigen، تمام. الميكانيزم بتاعنا هو السيل ميديتد اميونيتي اللي خدتوها في لو تفتكروا خدتوها في الاكاديمي في البيزك اميونولوجي، خدت حاجه اسمها سيل ميديتد اميونيتي وهيومرال اميونيتي. هو التايب 4 ده ما هو الا تطبيق للسيل ميديتد اميونيتي اللي هي عن طريق التي سيلز، تمام. ايه اللي بيحصل؟ عندنا اربع ستيبس في الميكانيزم، اربع ستيبس. اول خطوه اللي هو سي دي 4 بوزيتيف تي سيلز ريكوجنايز their specific antigen، بتتعرف على الانتيجين بتاعها. تتعرف عليه ازاي؟ ان هو presented by antigen presenting cells زي الدندريتك سيل، زي الماكروفاجز، زي البي سيلز، تمام. طيب الخطوه الثانيه بعد ما خلاص recognize الانتيجين، سي دي 4 positive تي سيلز become activated and differentiate to تي هيلبر 1 سيلز. تي هيلبر 1 سيلز دي خلاص هي كده جين الفانكشن بتاعتها، وبدل ما تبقى نايف سي دي 4 بقيت فانكشنال تي سيلز اللي هي هيلبر 1 تي سيلز. التي هيلبر 1 تي سيلز بقى خلاص دي اكتف فورم، بتبدا بقى تعمل الفانكشن بتاعتها اللي هي ريليز سايتوكاينز تو اكتيفيت مين الماكروفاجز والسايتوتوكسيك تي لينفوسايتس، تمام. الاكتيفيتد ماكروفاجز والسايتوتوكسيك تي لينفوسايتس دول بيعملوا انفلتريشن، تمام، للتيشوز، وبيعملوا انفلاماتوري رياكشنز وكوز، وممكن تحصل تيشو دامج، تمام. فهو هنا ما فيش سيرة الانتي بودي خالص، هو كله عن طريق السيلز. طيب في نقطة احنا قلنا هنا ان التي هيلبر 1 هي الاساس، في خلايا اسمها تانية اسمها تي هيلبر 2 لو تفتكروا، شرحناها فين؟ شرحناها في تايب 1 اللي هي الاميديت هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. التي هيلبر 1 تي هيلبر 1 مسؤول عن الاكتيفيشن بتاع الماكروفاج وايه والسيتوتوكسيك تي لينفوسايتس، بينما التي هيلبر 2 هي مسؤوله عن الماست سيل ديكرانيوليشن وتعمل لنا اكتيفيشن للايزينوفيل وتعمل برودكشن ستيميليشن للايزينوفيل برودكشن، تمام. فدي مختلفه تماما عن ايه، عن الايه تي هيلبر 1 الموجوده هنا، خلاص. يبقى احنا عندنا هنا مربوطين بالتي هيلبر 1، بينما التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز مربوط بالايه بالتي هيلبر 2، خلاص. دول الاربعه ستيبس بتوعنا هنشرحهم دلوقتي بالتفصيل. ادي الانتيجين بريزنتنج سيلز، تمام، امثله ليها زي الدندريتك سيلز والماكروفاجز والبي لينفوسايتس، تمام. وادي السي دي 4 بوزيتيف تي سيلز اللي هي لسه ما بقتش هيلبر تي سيلز، تي هيلبر 1، تمام. تبدأ الانتيجين بريزنتنج سيلز تعمل ديسبلاي للانتيجين بيبتايد اللي هو باللون الاحمر ده على الايه، على الام اتش سي 2 مولكيول، تمام، خلاص. الام اتش سي 2 مولكيول محمول عليه الانتيجين بيبتايد، بيبقى ديسبلاي للانتيجين بيبتايد ده لمين؟ السي دي 4 بوزيتيف تي سيلز. السي دي 4 بوزيتيف تي سيلز عليها حاجه اسمها تي سيل ريسبتورز تي سي ار اللي هو فيه الجروف اللي هو بيقدر يعمل فيه بايندنج للايه، للبيبتايد، تمام، الانتيجين بيبتايد، تمام. وبيحصل القصه دي في وجود السي دي 4 عشان كده سموها سي دي 4 بوزيتيف تي سيلز، تمام. السي دي 4 ده بيعمل يقدر يعمل ايه، بيقدر يعمل بايندنج للام اتش سي 2 مولكيولز، تمام. بعد ما بيحصل بايندنج لل ام اتش سي 2 مولكيول المحمول عليه الانتيجين بيبتايد بالتي سيل ريسبتورز والسي دي 4 دي بنعتبرها سيجنال 1. في
في سيجنال تانية اسمها سيجنال 2. سيجنال 2 دي عبارة عن ايه، بايندنج لحاجة اسمها CD28 موجود على التي سيلز، وحاجة اسمها P7 بروتينز P71 وP72 الموجودين على الانتيجين بريزنتنج سيلز، بالذات الدندريتك سيل والماكروفاجز. تمام، البايندنج بتاع السيجنال 2 ده اسمه كو ستيميوليشن. في بقى سيجنال ثالثه اللي هي السيتوكاينز. السيتوكاينز الانتيجين بريزنتنج سيل برضه بالذات الدندريتك سيلز والماكروفاج بتفرز سيتوكاين اسمه انترلوكن 12. انترلوكن 12 ده السيجنال الثالثه اللي هي بتعمل اكتيفيشن للايه، للسي دي 4 بوزيتيف تي سيلز عشان تتحول بعد كده للتي هيلبر 1 سيلز. تمام، الانتيجين بريزنتنج سيل برضو ممكن تعمل دايركتلي اكتيفيت للسيتوتوكسيك تي لينفوسايتس. عن طريق مين؟ عن طريق ان هي كمان عليها الام اتش سي 1 مولكيول. تمام، فبتعمل ديسبلاي للانتيجين بالتايد على الام اتش سي 1 مولكيول، وتعمل برزنتيشن لمين؟ للسيتوتوكسيك تي لينفوسايتس. في وجود برضو السيجنال 2 اللي هي سي دي 28 موجود هنا، والبي 7 بروتينز موجوده هنا تعمل كوستيميليشن، والسيجنال الثالثه اللي هي انترلوكن 12 برضو بتعمل استيميليشن للسيتوتوكسيك سيلز. فهو الانجين بريزنتنج سيل ممكن تبرزنت الانتيجين للسي دي 4 عن طريق الام اتش سي 2، وبرزنت الانتيجين للسي دي 8 بقى اللي هي لسه ما بقتش سيتوتوكسيك عن طريق ايه، عن طريق الام اتش سي 1. خلاص، في النهايه خالص عندنا في خلايا اللي هي السي دي 4 بقت تي هيلبر، والسي دي 8 بقت سيتوتوكسيك تي لينفوسايتس. عندنا كده احنا السي دي 4 خلاص بقت تي هيلبر 1 لينفوسايتس، بتبدا تفرز سيتوكاينز اهمها الانترلوكين 2. الانترلوكين 2 ده بيخلي السي دي 4 نفسها يحصل لها بريفريشن، وكمان بريفريشن للسيتوتوكسيك تي لينفوسايتس. وفي سيتوكاين تاني اللي هو انترفيرون جاما بتفرزه السي دي 4 والسي اس سيتوتوكسيك تي لينفوسايتس، بيفرزوه عشان يعمل اكتيفيشن للماكروفاج. تمام، الماكروفاج عشان تقوم بالفانكشن بتاعتها. طيب السيتوكاين الاساسي اللي هو بيخلي السي دي 4 بوزيتيف تي سيلز تتحول لتي هيلبر 1 باث واي الانترلوكين 12، بينما عشان تتحول للتي هيلبر 2 باث واي محتاجين سيتوكاينز تانية تبقى موجودة غير الانترلوكين 12. ايه هما؟ ايه هما السيتوكاينز دي؟ هما انترلوكين 4 وانترلوكين 5 وانترلوكين 13. التلاتة التانيين دول لو موجودين هيتحول على طول السي دي 4 تي سيلز، تتحول معانا لايه؟ تتحول معانا للتي هيلبر 2 باث واي اللي هو ايه؟ المسؤول عن الماست سيل دي جرانيوليشن والاي جي اي برودكشن والايزينوفيليا والحاجات دي كلها اللي هي في التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. خلاص، يبقى حاجه مهمه ان انا اعرفها ان الديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي مرتبط بالتي هيلبر 1 باث واي، بينما الاميديت الرجيك هايبر تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي مربوط بالتي هيلبر 2 باث واي. تمام، الماكروفاجز بتبدا تادي الفانكشن بتاعتها اللي هي ايه، الفاجوسايتوزيس، ريليز اوف انفلاماتوري سيتوكاينز اللي هم تي ان اف الفا انترلوكين 1 وانترلوكين 6، دول بيعملوا بقى الريدنس والسويلنج والفيفر. تمام، واخر حاجه ريليز اوف رياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي هي الار او اس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي عباره عن مركبات زي الهيدروجين بيروكسيد والاكسجين فري راديكلز، ودي كلها مركبات توكسيك للتيشو وبتعمل تيشو ديستراكشن. تمام، وده كده ايه، ده الانفلاماتوري ريسبونس بتاع الماكروفاجز. السيتوتوكسيك تي لينفوسايت بتبدا تعمل بقى اللي هي السيلولار سايتوتوكسيستي. السيلولار سايتوكسيستي بيحصل ازاي؟ ادي سايتوكسيك تي لينفوسايت، تمام، وعليها سي دي 8 اهو، وعليها تي سيل ريسبتورز. بتدور على مين؟ بتدور على التارجت سيل اللي هي هتعمل لها لايسيس. خلاص، ممكن تبقى فايرال انفكتد سيل، ممكن تبقى جرافت سيل. خلاص، ممكن اي سيل تانية ديسبلاي
تقدر تعمل ديسبلاي للانتيجين بتاعها، الانتيجين موجود جواها على الام اتش سي 1 مولكيول. تمام خلاص، هي السيتوتوكسيك تي ليمفوسايت بتشوف الانتيجين بيبتايد الموجود على ام اتش سي 1 مولكيول في وجود السي دي 8، بيحصل بايندينج. البايندينج ده بتبدأ بقى السيتوتوكسيك تي ليمفوسايت بتطلع الجرانيولز اللي جواها. الجرانيولز تحتوي على بيرفورنس وجرانزيمز زي بالظبط الناتشر كيلر سيلز. البرفورنس بتعمل بيرفوريشن للتارجت سيل وول، وفي نفس الوقت الجرانزيمز بتدخل جوه بتعمل اندكشن للايبوبتوزس. فالخلية اللي هي الانفكتد دي او الجراكت سيل بيحصل لها ايبوبتوزس ويحصل لها لايسيس في الاخر. تمام، ده الميكانيزم بتاع السيلولار سايتوتوكسيسيتي. طيب ايه الاكزامبلز بتاعت ديليت هايبر سيستيفيتي رياكشنز؟ اول حاجه عندنا السكين تيست such as التوبركلين تيست، البروسيلين تيست، والبروماين تيست. الثلاثه دول شبه بعض، انا بحقن بروتين ديريفاتيف من الميكروب نفسه سواء كانت التوبركلوزس او البروسيلا او الليبروسي، بحقنه وبعد ما احقنه تحت الجلد بشوف الريسبونس بتاعه، استناه من يومين لثلاث ايام. خلاص لو موجود هيديني رياكشن جامد، ليه؟ لان في سنسيتايزتي سيل موجوده، خلاص بتبدا تدينا بقى ايه اللي هو ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تمام، يبقى اول حاجه السكين تيست. تاني حاجه الجرانيولوماتوس ليجنز، تمام، زي اللي بتبقى موجوده في الكرونيك ديزيز ساتش از ايه زي البكتيريال انفكشن زي التوبركلوزيس والليبروسي، في الفيرال انفكشن زي السمول بوكس والميسلز والهربس، زي البارازيتك ديزيزز زي الليشمانييزس والشيستوسومايسس. دي كلها بتبقى اسوشيتد مع جرانيولوماتوس ليجنز، ودي بيزد اون السيل ميديتد اميونيتي او ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي. تالت حاجه الكونتاكت ديرماتايتس، في ديرماتايتس بتحصل نتيجه الكونتاكت بسبستانس معينه، فبدينا رياكشن بعديها بيومين او ثلاثه، ده اللي هو بيبقى ايه تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. تمام، ولازم اميز ما بين الكونتاكت ديرماتايتس والاتوبيك ديرماتايتس. الاتوبيك ديرماتايتس بتحصل ايميديتلي بينما الكونتاكت ديرماتايتس بتظهر متاخر. الاتوبيك دي تايب 1، الكونتاكت ديرماتايتس تايب 4، هنخلي بالنا من النقطه دي. رابع حاجه الاوتومين ديزيزز، تمام، ودي ذكرناها في اكتر من مكان، ذكرناها في تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي كمان والتايب 3 وادي كمان التايب 4. جرافت ريجكشن برضو قلناها في تايب 2 وادي قلناها في التايب 4. فممكن في الكونديشن الواحده يحصل فيها اكتر من نوع من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ده ملخص سريع كده للاربع انواع. تايب 1 اللي هو الاميديت او الانفلاكتيك ومديتد باي اي جي اي، تمام، بيبقى الانس بتاعته من سكندز تو مينتس. السيتوتوكسيك او السيتوليتيك بيبقى تايب 2، تمام، اللي هو تايب 2 مديتد باي اي جي ام و اي جي جي وبرده معاهم الكومبلمنت سيستم، بيبقى برده من مينتس تو اورز. تايب 3 اللي هو اميون كومبلكس ميديتد، بيبقى ميديتد باي برده اي جي ام والاي جي جي وبيبقى في خلال اورز، بيحصل خلال اورز. التايب 4 اللي هو الديليت او سيل ميديتد، ميديتد باي مين بقى؟ مفيش انتي بوديز خالص، في تي سيلز بس، وبيبقى من 2 ل 3 ايام. تمام الانس بتاعته. ده سؤال، البرايمري ميديتورز ان تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي انكلود ايه؟ الاي جي اي والاي جي او مبدئيا كده تايب 4 مفيش اي انتي بودي في القصه، ده في انتي بودي وده في انتي بودي وده في انتي بودي، يبقى الاجابه طبعا اللي هي التي ليمفوسايتس اللي هي دي.